سلم ورد السلام، قلت له يا أخوي ابشر برحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. مهما كان ذنبك تراك تعامل رب الأرض والسماوات، ومهما فعلت فلن يطلع عليك إلا الله عز وجل. هز راسه ثم قال ونعم بالله لكن ذنبي كبير. وش ذنبك؟ يمكنه سرق، يمكنه وقع في كبيرة وما تاب، يمكنه زل فترة من الزمن، يمكنه نسى الله تبارك وتعالى وباب التوبة مفتوح، لكن كانت الضربة العظمى والصدمة الكبيرة اخواني يوم اني قلت له قل لي وش فيك. قال يا شيخ حنا في رمضان صح؟ قلت لي والله حنا في رمضان. قال يا شيخ الله يغفر؟ قلت يغفر. مهما كان الذنب؟ قلت مهما كان الذنب. لو كان كبير؟ قلت لو كان كبير. وش سويت؟ ذبحت؟ نزل راسه. زنيت؟ ريح بالي. وش سويت؟ انتظر جوابه، ما جاء الجواب. يا فلان ريحني، الله يخليك ريحني. قال يا شيخ العام الماضي اصحاب سوء وشهوه وهوى واعراض ونسيان وضياع قنوات. يا شيخ انا احترق، والله اني احترق. قلت قل لي يمكن اقدر ابرد عليك هذه الحراره، حراره القلب. قال يا شيخ رمضان الماضي اصحاب السوء دعوني الحرام يريدوني معهم، حزمت ثيابي وجهزت اغراضي، ثم جيت يوم 9 من رمضان على الام اللي هي امه. امك يا اخوي، امك يا حبيبي الغالي، امك اللي تعبت علشانك، وامك اللي ربت حتى تكون رجال وتعتمد عليك بعد الله عز وجل. امك، امك الحبيبه، امك اللي مهما قدمت لها من معروف ما ترده، ولا تجزيها من آلائها ولا فضلها عليك بعد فضل الله عز وجل. قال امي يا شيخ. دخلت عليها يوم ثم قلت لها يمه أنوي السفر وبمنك اللي تقدرين عليه، أبي مال، أبي سافر، أبي شوف الدنيا، أبي شوف الشباب، ودي أروح وشوف الشباب كيف يعيشون. اسمع في هذه الأثناء الأم المسكينة اللي ربت واحسنت، يا ما ضربها ابناءها وصبرت، يا ما نساها اولادها وما كفرت، يا ما تعاظموا عليها بالقوة وسوء الادب وصبرت. من اجل ماذا؟ لانك ولدها وما تقبل ان الله يعذبك والسبب هي. قلت لها بمال؟ قالت يا وليدي انت شايف والله ما عندي شيء، ما أملك شيء من الدنيا إلا اللي تعرف. يقول رديت عليها بكل قوة وقلت لها أنا بفلوس أبي أسافر، عندك فرصة إلى المغرب. إذا ما دبرتي حالك والله راح تشوفي شيء ما شفتيه في حياتك. سبحان الله، ابن يهدد أمه، ابن يؤذي أمه، ابن يتكبر على أمه في زمن الغربة. سكتت المسكينة ومسحت دمعاتها وخرجت من عنده. وين؟ تسأل الإمام فلان وتسأل الداعية فلان، تبي ريال وعشرة ريال ومئة ريال، لمن؟ لك أنت يا عاق، لك أنت يا مقصر، لك أنت يا ظالم، لك أنت يا ناسي الود.
رجعت الأم دخل عليها يقول دخلت على أمي وكانت معطتني ظهرها وقلت لها يمه وين اللي وعدتيني؟ التفتت المسكينة بدموعها وحسرتها وألمها وألمها ثم قال لها يمه وين الوعد؟ قالت والله يا ولدي ما حصلت شيء، ما عندي إلا درهمات، درهمات خفيفة قليلة خذها وش أسوي بها؟ سافر بها. بكت المسكينة قالت يا ولدي والله ما عندي، والله ما عندي. رمضان، عظمة رمضان، نزول رحمات الله، ملائكة الله في كل مكان في المساجد، القلوب مقبلة على الله، النفوس تخاف الله، أهل الإحسان يحسنون، أهل المعاصي يتوبون. إلا هذا، إلا هذا. لكن أنا أذكر لك الخبر والله تخنقني العبرة لا لشيء، لأن الأم يا إخوان كل يوم تظلم، والله تظلم، كل يوم تؤذى، كل يوم تجرح، كل يوم تطرد، وصابرة ومتحملة. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها بعد عقوق. قالت له ما عندي، ضربها على وجهها أول ضربة، سقطت المسكينة، بدأ النزيف يتحرك، ثم ركلها الثانية والثالثة، وهي أمه، هي المسكينة، هي التي تحملت علشانه، هي اللي صبرت لأجله. قالت يا ولدي أمك، أمك يا ولدي والله ما بيدي عليك في رمضان، يا ولدي ما بيدي عليك في رمضان، أنا أمك. قال بالفلوس وين هي؟ قالت والله ما عندي، والله ما عندي. يقول لا تتوقع أني ضربته وبس، أنا ما ضربته بس، أنا سيلت دموعها وسلت الدم من وجهها وجرحتها وآذيتها، ويا ليتني وقفت على هذا. لا والله، جبت معي ماء النار الأسيد وقفلت عليها الباب وسكرت الغرفة حتى ما تتنفس. شوف القلب القاسي، من الذي سوى لي هذا؟ الشيطان، أصحاب السوء، الشهوات، الزنا لا رده الله. يقول سكرت عليها الباب، قلت بتعطيني الفلوس ولا والله ما تطلعين من هذه الغرفة حية. تعيش الموقف، ود انك تعيش الموقف، لأن اللي يعرف الله عز وجل ما يؤذي. ومن أمه؟ بكت المسكينة، يقول ضربتها ضربة ثانية ثم والله ما تطلعين من هذه الغرفة حية أبد. أخذت الماء وصبيته على أول جزء من جسمها، والله العظيم إني أشم ريحة لحمها ويحترق، لكن قلبي القاسي. وهي تصور يبي يذبحها، وهي تقول أنت ولدي وما بيدي عليك، أخاف استجيب الله دعوتي فيك. لكن مع ذلك شد عليها وصب عليها ماء النار، فبدأت المسكينة تختنق، بدأت المسكينة تختنق حتى غيب معالمها، أغلق عليها الباب وتركها وخرج. سبحان الله، وين قلبك؟ أمك سويت بها كذا؟ إيه والله، ثم يسألها
دلني على الله يغفرني. أنت بأمة في الدنيا ويسأل هل الله يغفرني؟ أسألكم بالله وش جوابكم؟ لو إنها أمك تبي تسوي بها كذا؟ لو إنه واحد من الشارع قلبك ينين تفعل به كذا؟ كيف لو كانت الأم؟ قلت لها أنت فعلت بأمك كذا، قال أنا سويت في أمي كذا. قلت روح يا وينك من الله، يا وينك من الله، ضيعت ثلاث حقوق، حق الله فيها، حق الأمومة، ثم عقيت، ثم حق حفظ النفس وقتلت أمك يا ظالم، ثم جاي تسألني هل الله يغفر لي، هل الله يتوب علي وأنت فعلت بأمك كذا؟ لا إله إلا الله.